اليوم كان في لقاء مع السيد وزير النقل والتجهيز واللوجستيك بتكليف من السيد رئيس الحكومة على أساس أنه باش يشوف المعاناة ديال الهيئات الخمس الممثلة لأن اللي مكشف بلاغ ديال الإضراب ديال نهار 7 مارس. واليوم السيد الوزير شاف المشاكل والمعاناة اللي هما كيعاني القطاع اللي هو كيتمثل في جميع أصناف ديال النقل الطرقي بالمغرب. السيد الوزير خدا على العاتق ديالو بان غيوصل الكلام ديالنا السيد رئيس الحكومه على اساس من هنا النهار ان شاء الله الرحمن الخميس غيكون استجابه من طرف الحكومه على اساس باش ما يكونش يكون واحد الحل بالنسبه لارتفاع ديال ماده الغازوال، يكون واحد السقيف اللي يكون في متناول ديال هاد الناس المهنيين باش يعاودوا يتنفسوا في العمل ديالهم ويلقاو يعاود ترجع المردوديه ديالهم. الخصوصيه اللي كان عندنا في هذا الاجتماع هذا هو الغازوال ما بغيناش يبقى يتزاد، بغينا التسقيف ديالو او يحدوا لنا في واحد الثمن اللي هو معقول. هذا هو باش خرجنا كاع بصفه عامه كامل كاحتراماتي النقابيه كاملين، هذا هو باش خرجنا كاملين. وبالنسبه للاضراب واش باقي قائم ولا لا؟ بطبيعه الحال باقي قائم، الا ما كانش حنا موجودين، لان المغرب كله كيتسنى فينا دابا. الاجتماع اللي كان اليوم اللي كان مبرمج مع وزير النقل حول هاد الزياده في المحروقات، وتتعرف بلي التنسيقيه كلها كانت مستعده في جوج اجتماعات باش الا كان شي لقاء مع الحكومه حول هذه القضيه ديال الزياده في المحروقات. اليوم الاقتراح اللي كان اقترحنا على بالنسبه للوزير الداخلي وزير النقل عفوا هو قضيه ديال تسقيف ديال المحروقات او اعفاء من الضرائب، او الحكومه دير واحد الصيغه اللي حاول، لان هي الحكومه هي اللي متكلفه بهذه الزياده وهي اللي مطالعه على الزياده، خصها هي دير واحد التدبير باش تنقص من هذه الزياده ديال المحروقات على المهنيين، لان دابا تتعرف بالله المهني ولا مضرور من الدرجه الاولى، لان راس المال ديالنا احنا بالنسبه لينا احنا كمهنيين هو المحروقات. وكان واحد اللقاء اللي كان لقاء جاد، اعطينا مقترحات اللي عندنا، هضرنا على القضيه ديال الغازوال وقال لنا شنو واش كاين البديل. حنا خلينا الامور مفتوحه، الاضراب لازال قائم، ريتما يرد علينا السيد الوزير النقل ان شاء الله. حنا تنطالبوا اما بالغازوال المهني اما تنطالبوا بتسقيف الغازوال، وحنا بينا حيت تنعرفوا الغازوال المهني واحد اللي هو خصو يتعطى للمهنيين اللي محرومين منه. كنا في الحوار مع السيد الوزير نظرا للوضع المؤسف على المهنه والمهنيين بالنسبه لارتفاع الغازوال، وبالنسبه لهذه الحاله السيئه اللي كيعيشها القطاع اليوم، كل شيء تيعاني، يعني ما تقدروش يتحملوا هذا الوضع في هذه الظرفيه، ان الظرفيه كما كتعرفوا راكم عارفين كوفيد، وراكم عارفوا الحكومه السابقه ما عطاتش اليد ديالها ابدا لهذا القطاع بصفه عامه، كان غير الباب المسدود. اليوم كاين واحد النوع من التجاوب مع الحكومه، والسيد الوزير تكلفته الحكومه على اساس باش يشوف معنا هذا الوضع، وكان في المستوى العالي السيد الوزير، وعطينا بعض النقاط اللي كيهموا القطاع وكيهموا الظرفيه ديال المهنه، وعطيناه العناء ديالنا والعناء ديال المهنيين اللي هو ما كيعجبش في الحقيقه الصراحه، الناس على افلاس اليوم. كان واحد اللقاء مستفيد مع السيد الوزير خذا المقترحات ديالنا، حنا عطينا المقترحات. اليوم عندنا يمكن واحد الاحتقان، كاين واحد الغضب ديال المهنيين، كاين واحد الاضراب اللي دعوا لي اخوان في اطار التنسيقيه اليوم الاثنين. حنا كنقولوا بان الاضراب ماشي غايه في حد ذاته، قد ما هو وسيله باش ندو باش نرفعوا الضرر. اليوم السيد الوزير خدا جميع المقترحات ديالنا، ان شاء الله غادي يحطها السيد رئيس الحكومه في المجلس الحكومي المقبل اللي يدخلوا الخميس، وغادي يكون عندنا الجواب. كنتمناو بان الحكومه ديالنا انها تفاعل مع المطالب المهنيين، وان يكون واحد التجاوب اللي هو ايجابي من رفع انه يرفع امتصاص هذا الاحتقان، لان كما كنعرفوا بان الفاتوره ديال الغازوار هي كتمثل واحد 70% ل 75% حتى 80% من قيمه النفقات اللي عند المقاوله النقليه، وملي كترفع هذه الفاتوره هذا الشيء كيؤدي الى الافلاس ديال التراجع والافلاس ديال المقاوله. حنا اليوم في واحد النهج اجتماعي واقتصادي كنطلبوا من السيد وزير النقل انه يرفع هذه المطالب ديال السيد رئيس الحكومه، خاصو يتخاد واحد الاجراء،
عطينا بعض الاقتراحات كتقليص هامش الربح بالنسبه للشركات، تخفيض من بعض الضرائب الى اخره. اليوم كرية عند يعني عند الحكومه ديالنا، حنا واعيين على ان غيكون واحد التجاوب اللي هو اني واللي هو ايجابي اللي غادي يعم، لان يعني كلشي كيتسنى شنو هو المخرجات ديال هذا اللقاء. حنا اليوم غنتسناو الجواب ديال السيد وزير النقل، ونتمنى على الله انه يكون خير.